السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. النهاردة هبدأ في سلسلة معاكم، هقول لكم فروقات بين حاجتين او ثلاث حاجات في بخصوص كاميرات المراقبة. والنهاردة معانا الفرق بين حاجتين، ال CMOS وال CCD. هي ال CMOS وايه هي ال CCD؟ ديت تحت ال Image Sensor، ديت ال Sensor بتاع الصور. CMOS ديت الوان غير طبيعية، CCD ديت الوان طبيعية. وهنيجي نشوف في صورة بتوضح هي على الشمال CCD. CCD ديت ألوان طبيعية زي ما انت شايف، الرصيف والسماء والزرع. CMOS ديت ألوان غير طبيعية. لو شفت الرصيف، تلاقي الرصيف من غير التاني. اللي على الشمال ألوان طبيعية، اللي على اليمين ألوان غير طبيعية. لو شفت السماء تلاقيها فاتحة، والعربيات هتلاقي فيها نور كده غير لونها الأصلي. الألوان طبيعية لونها الأصلي، شفت في العربية البيضاء. في معايا صورة تانية بتوضح CCD زي ما احنا قلنا، ديت الألوان الطبيعية. CMOS ألوان غير طبيعية. لو شفت الرصيف، شايف الخط الأصفر؟ الخط الأصفر بص مش باين قوي، في CMOS باين، باين ليه؟ عشان دي ألوان غير طبيعية. تمام. وتشوف العداد، العداد بص ديت طبيعية، اللي على الشمال واللي على اليمين غير طبيعية، فيها لون فاتح. وبكده ده فيديو النهاردة، قلت لك الفرق بين CCD والCMOS. تمام. وان اللي عجبك الفيديو متنساش تعملنا لايك واشتراك. كان معكم تايجريتا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.